الخير. انا دلوقتي في سيتي سنتر بكره العيد، بحاول استكشف لكم كده المحلات اللي فيها الهدايا، بقينا بقى الفالنتين قرب واعياد الميلاد شغاله اول السنه، فهنشوف لكم بقى المحلات الكويسه اللي هنا اللي فيها هدايا كويسه المفروض تقدروا تشتروا، ان شاء الله نتوفق يعني. رجالي والحريمي والاطفال زي ما انتم شايفين كده ورايا، هتلاقوا فيه 50% وخدوا. فاللي عايز بقى يجي يشتري حاجه من هنا كهديه مثلا يجي يشتريها. ماشي، ماشي انا هكلمها اقول له ايوه يا باشا انا معيش انا فعليا ما ينفعش. لا 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 مش لا انا هزعل والله. ريفين كمان عامل سكوت اب تو 5%. عايز ينزل بقى يلحق السيل برضه ويلحق يجيب هديه برضه في السيل ده ويقدمها في الوقت المطلوب. ممكن نشوف صور لكم من احلى واقوى محل عامل عروض اكسسوارز للبنات وفيها كل حاجه انت عايزاها. صورت لك الجزء كمان من جوه وشوف العروض اللي هم عايزينها اللي انتوا عايزينها. وفي الدور الثاني من مفهوم عميل اوكي جنب ستار بوكس على طول، فاللي عايزه بقى عروض اوكي تيجي تشوف عاملين عروض حلوه قوي على اكسسوارز كلها.
السيل نزل خلاص يا جماعه، اوكي السيل الشتوي نزل خلاص، تعالوا بقى شوفوا.